التجمع الشبابي ده المهرجان الخامس للأسر الطلابية للجامعات، ده بتشرف عليه وزارة التعليم العالي تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وبالمشروع ده بيتنظم بالتعاون مع مشروع الأنشطة الطلابية. طبعا في كل سنة من السنوات المهرجانات اللي فاتت بيكون فيه إضافات جديدة على المشروع اللي قبله. ليه؟ لأن بيبقى فيه التوصيات بيبقى فيه سلبيات وإيجابيات. بعد ثورة 25 يناير الطالب تطور وفكره تطور وبقى بيسعى للحرية، فلازم يكون له نشاط معين يهدف لتنمية قدراته كلها من خلال الأنشطة اللي بتعملها، وخاصة مهرجان الأسر الخامس اللي بتقيمه جامعة قناة السويس. احنا بنحاول ان احنا نطور مع الطالب نفسه، يعني بنحاول ان احنا نعمل له نشاط يبرز مواهبه ويبرز كفاءاته ويبرز إبداع اللي موجود جواه. طبعا ده كله بيجي عن طريق الفيسبوك والنت والكمبيوتر والحاجات اللي هي الحديثه. هو في الاول وفي الاخر يعني دي حاجه يعني بتفيد الصداقه اولا ما بيننا، يعني مثلا كل واحد له صديق مثلا في جامعه تانية او في جامعه هنا، فدي حاجه برده بتفيد كده. بالنسبه للانشطه الطلابيه برده في نظام المنافسات كويس ان احنا نلعب على المكسب وكده كل حاجه، بس طبعا هي بتعلمنا روح التعاون وروح المنافسه تبقى ازاي، وازاي ان انا لما اكسب ما تعداش حدوده وكده، وبرضه لما اخسر برضه هكون ما ازعلش قوي. فهي برضه هي في الاول والاخر كلها حاجات ايه بتخدم الشباب وكده، فحاجه كويسه يعني. الانشطه الطلابيه مهمه جدا للطالب. اول حاجه بتعلمه ازاي يبقى قيادي ناجح، بتعلمه ازاي يبقى متعاون مع اصدقائه ومع ويطيع الاكبر منه، وازاي يسمع كلامهم وينفذ اوامرهم عشان هو في وقت من الاوقات هيبقى مكانهم في وقت من الاوقات، وبتعلمهم التعاون وازاي يتعرفوا على صداقات اكتر ويكونوا صداقات في جميع المحافظات ويبقى في تعاون ما بينهم. يعني الانشطه الطلابيه من غير الجامعه ما تنفعش. عامه كل الانشطه تقريبا اللي المهرجان قائم عليها، يعني سواء نشاط رياضي او فني او اجتماعي متمثل في الشطرنج وما الى ذلك، كل انشطه احنا مشاركين فيها بقوه كامله السنه دي ان شاء الله. هو أهلا حاجة إن إحنا كلنا متجمعين في نزل واحدة وسكن واحد، فده بيخلي فرصة إن أنت تتقابلي معاهم سواء في غداء أو في عشاء أو في فطار، فتحاولي بقى إن تكوني صداقات جديدة وكلام بيجيب بعضه. غير بقى في المسابقات، أنا مثلا أنا بغني، تيجي مثلا واحد يتكلم معاك يقول لك حفظني أغنية كذا، عايز أعمل الحتة اللي أنت بتقولها، فدي أحسن حاجة إن هم بيسيب لي عشام وياك يا جميل، إن بحت بالسر تصونه، مكتوب علي أحب وميل، وحبيبي وحشان عيونه، يا هل ترى يرضيك من بعد ما جيتك، أخدك نصير وسند ليا، تخلف رجايا فيك، أنا يلي حبيتك من كتر ما تحبك، هي اشرح لها حالي وصف لها حبي، حلفها بالغالي ترحم ضنا قلبي، يمكن توسيني في كويتي ونوحي، هي ضياء عيني هي منى روحي، ليا عشام وياك يا جميل، إن بحت بالسر تصونه، مكتوب علي أحب وميل، وحبيبي وحشان عيونه. دي خامس مرة جامعة القاهرة تيجي تمثل جامعات مصر هنا وتتنافس في المباريات والأنشطة الطلابية كلها، ومعنا نماذج جديدة من طلبة سنة أولى لسه داخلين، وبناخد منهم المهارات بتاعتهم برضو نحاول ننميها، ومعنا برضو طلبة من الفرقة الرابعة وآخر سنة اليوم بيحبوا يختموا النشاط بتاعهم بمسابقات وتنافسات.